مش قلت لك ابوس ايدك؟ انا مش عايز اتصفى. تتصفى ايه يا انت عبيط؟ انا مش هوطي ولا ابوس رجل حد، انا هتصفى وانا رافع راسي فوق. احنا طول عمرنا عشنا رجاله ولازم نموت موتة رجال. ايه العيل الهبلة دي؟ بقولك ايه، ولا انت وهو ما تاخدوش دماغي، قدامكم خمس دقايق بالظبط اجي الاقيكم لابسين وجاهزين. وعلى تبان عليك اهبل ولا ايه؟ جاتكم القرف. مش قلتلك ايه يالا انت وهو ضاربين بوز ليه؟ مش تفرحوا انكم اخيرا هترتاحوا؟ ايه يا ابني ده، ظبط هدومك، ظبط يا ابني، ظبط، ما عندناش وقت، خلصوني. انت يا ابني ما تخرجهمش من الباب اللي قدام، خرجهم من الباب اللي ورا، هتلاقي العربيه مستنيه. يا باشا ابوس ايدك، ابوس ايدك يا باشا، انا مش عايز اخرج من الباب اللي ورا، خرجني من الباب اللي قدام. انا مش هيفرق معايا اخرج من اي باب يا باشا، مش هديكوا فرصه تشوفوني وانا ضعيف. العيال دي تعاطوا ايه في السجن؟ الله يخرب بيت العساكر اللي ما بتبطلش تهريب. خلصنا يا ابني، انا مش ناقص وجع قلب، خلونا نخلص من الشغلانه دي. يلا ليك راجل يا سالم، اعتبر ان المركب خريت بينا في البحر. اشهد ان لا اله الا الله. خدوهم. انا بتبلغ سلامي لامي، قول لها ان انا كان قصدي خير وان هي كانت حاضره خير والله. ها كان نفسي اطبل عليها حبيبتي. يا امك قامت قطمت وسطنا واحنا بنجيبها واحنا بنروحها. يا نهار اسود، انتوا قبضتوا على امي؟ انتوا خلاص ما عندكمش حرمه لاي حاجه؟ وانت اللي اعترفت علينا بالكذب عشان تحافظ على شرفك. مش هكرر بقى الكلام اللي قاله على الحق. لا اله الا الله. لو فيكوا راجل يفك الكلام شات، وانا هفرجكم انا عامل فيكوا ايه. كان فين الجبروت ده من الاول؟ دايما مأخر يا سالم. ايه ده يا مصيبتي؟ محمود ابني فين يا عبد الناصر؟ ما لقيناهوش جوه. يعني ايه؟ كانوا بيوزعونا من هناك عشان ينقلوه على مقر تاني؟ مش قلتلكوا دول كدابين ولا يمكن يتصدقوا ابدا. استنى يا ابني ما تتسرعش، اللي عرفناه انهم هيبداوا التحقيق معاه بعد ساعه، هو وسالم كمان. انت بتصدق الكلام ده يا بابا؟ بعد ساعه هنعرف اذا كانوا صادقين ولا كدابين. ولو طلعوا كدابين هنعمل ايه؟ هنرجع تاني المقر ونقتحم ونطلع كل المعتقلين جوه. هم فاكرين نفسهم ايه؟ لا يا جماعه مفيش داعي للكلام ده، احنا مستنيين محامي جاي من اسكندريه وهو متخصص في القضايا اللي زي دي. وعلى ايه بس؟ ما احنا معانا الاستاذه اهي من صباحيه ربنا وكتر خيرها بصراحه. لا يا عم مفيش مشكله، احنا كلنا زملاء، اهم حاجه نطلعهم ان شاء الله. حسين؟ اه. هو ده المحامي اللي ربنا قدرك عليه يا حسين؟ لا مش ده، التاني بدأ. ما هو معاه ست منقبه اهو، يبقى اكيد تبعك. يمكن قلق من القضيه حلق دقنه في السكه. ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا يا وش السعد. يا ام محمود كتر خيرها، ده لولاها ما كناش عرفنا باللي حصل. وكل اللي حصل برضه حصل من تحت راسها. ازيك يا شيرين يا بنتي؟ ازيك يا عم. هو انت اتنقبت ولا ايه؟ لا انا بس لابسه كده عشان اعرف اخرج من ابويا. فيك الخير يا عيني. بص يا خالتي، انا عارفه ان اللي حصل ده حصل من تحت راسي، عشان كده جبت المحامي ده وانا جايه، وانا هقف اتفرج على محمود وهو بيضيع من ايدينا كده. اعوذ بالله، يا ريت تنقبي بقك وتسكتي احسن، كل ما بتفتحيه بتجيب لنا مصيبه. محمود ابني ان شاء الله مش هيضيع، واحنا مستنيينه وموكلين له محامي بدقن كمان، مش كده يا حسين؟ ايوه يا حماتي بدقن. ومعانا الاستاذه منى من مركز حقوق انسان، محاميه كبيره قد الدنيا وجايه لنا مخصوص من اسكندريه، يعني يا ريت تحلي عن سمانه، ويا ريت تخلي الاستاذ اللي معاكي ده يشوف اكل عيشه في حته تانية. لا اله الا الله، مش كده يا ام محمود؟ معلش يا ابني، خالتك ام محمود اعصابها تعبانه عشان ابنها، دول كتر خيرهم برضه. ماشي يا خالتي هتشوفي، انا بعوني الله، بعد احترامي لاي حد في قضيه محمود يعني، محدش هيخرجه من القضيه دي غيري انا يا خالتي. يلا يا استاذ. يا ايه؟ مش كده، مش كده، هزعل الناس مننا. عرفت انت؟ كل شوية تجيب لنا مصيبة. يوه افتحوا الملف الساعة، الابن هيضيع. ايه؟ وراهم يا عمي؟ نشوف. يلا هيرضوا يدخلونا؟ ما دام انا معاك هيدخلونا. يا نهار اسود، كل الناس دي هتتصفى معانا. محمود هم هيصفونا وسط الناس كده؟ محمود وهم دول بيهمهم. سالم إيه؟ احنا لازم نموت موتة رجاله. ايه ده؟ دي النيابه. ايه؟ النيابه ايه؟ عاشت النيابه. الله اكبر، عشان الدوله، عشان الدوله. بتستغني وبتزولني وديني ما حسيبه. وديني ما حسيبه. ايه يا بقول لك؟ ماشي يلا خش. ادي قضيه ثانيه اهو.
محمود قلبي داعي لك يا حبيبي، قلبي داعي لك يا ضنايا. يلا اتفضلوا. الواد فرحان قوي زي ما يكون خد افراج وما لسه تعرضوا على النيابه. الواد سالم ده طول عمره اهبل، هو فاهم حاجه؟ انتوا بعدين معاكم بقى هنهزر؟ سكت لكم الصبح وانتوا ما عندكوش دم. الظاهر مش هتجيبوها لبر. خرج لي ابن المتهم التاني ده بره. خلينا نبتدي بالاولاني اما نشوف. مفيش فايده؟ كمان بتضربه قصادي؟ طب ايه رايك دي لوحدها جريمه؟ يا باشا انا ما نطقتش. والله. اما نشوف. جايب معاه محامي ده ولا جاي لوحده؟ في ثلاثة معاه بره وفي منهم واحد معاه توكيل من اخت المتهم. ثلاثة محاميين؟ ليه يا ابني؟ المسألة مش مستاهلة يعني. هات لي محامي من اللي واقفين بره، خلينا نبتدي بقى. لما انت تقدر توكل ثلاثة محاميين يعني، ايه اللي رماك الرمية السودة دي؟ لا يا باشا لسه بسأل نفس السؤال ده. الله السلام أعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صباح النور يا شيخ يحيى. احنا مش مستنيين حد يعرفنا شغلنا. معلش يا فندم، وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انا ساثبت لسيادتكم ان هذه القضيه ملفقه تماما من البهوات في مباحث امن الدوله، وسيعينون الله على ان نثبت خلطها وخطائها تماما كما فعلنا مع كل الذين اتهموهم ظلما وعدوانا، مثل الاخوه العائدون من افغانستان، والاخوه العائدون من البانيا، والاخوه العائدون من الصومال، والاخوه العائدون من كشمير. ايوه الاخ ده عائد منين؟ مين ده يا باشا؟ ده المحامي بتاعك. انا معرفوش ولا وكلته ولا عايز اوكله. الحاج اسماعيل ابو شنب اللي جبت له براءه في قضيه اغتيال عاطف صدقي هو اللي وكلني بتوكيل من الاخ حسين زوج اختك ام عبد الرحمن، اصله بيقرا في نفس المقراه مع اخونا عطا الانصاري اللي كان المتهم العاشر في قضيه الناجون من النار. اقبض على كل الاسماء اللي قالها دي سيادتك. احلق شنب الحاج اسماعيل نفسه لو كنت اعرف اسم واحد من اللي قالهم دول يا باشا. لا اله الا الله، واضح ان التعذيب اثر على موكلي. يا ابني انا عايزك تطمن، انت هنا لست تحت دائره نفوذ وزبانيه امن الدوله وجلاديها، انت هنا امام العداله، ومهما حاول الطواغيت ان يحجبوا العداله فلن يستطيعوا، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هم فاكرين نفسهم ايه؟ مالكين كل شيء بايديهم؟ بس اذا كانت دوله الباطل ساعه فدوله الحق الى قيام الساعه. ولا تحسبن الله غافل عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا باشا أنا بنكر صلاتي بالراجل ده، مش في اتنين محامين بره جايين لي؟ أنا عايزهم. أنا موافق يا باشا يقول اللي بره. الراجل ده لو فضل يتكلم كده سيادتك هتصدق اعترافات سالم وهتطلب لنا إعدام. كل ما تم انتزاعه من اعترافات هي بالتأكيد اعترافات باطلة، وتم أخذها تحت التعذيب، وهو تعذيب لن يمر مرور الكرام، وسنقاضي رئيس الجمهورية شخصيا عليه. يا عم أبوس دقنك، أبوس دقنك يا عم الحاج، أنت ما تعرفش إيه اللي مكتوب في الاعترافات؟ اعترافات إيه بس يا ابني؟ هو إحنا لسه فتحنا تحقيق ولا حد منكم أدلى بأقواله أصلا؟ الله، هي اعترافات سالم لسه ما جاتلكش يا باشا؟ أي اعترافات حصلت قدام أي جهة غير النيابة تبقى باطلة، غير قانونية. والنيابة أصلا ليست قانونية، ولكننا مضطرون للتعامل معها إلى أن يتم تطبيق شرع الله. احبسه، احبسه يا باشا، أنا معاك، احبس الراجل ده.